الختام ختام مسك، ونسأل الشباب ما قبل إعلان النتائج، ونبي نعطيكم مجال بالحديث بشكل عام. وأبي أبدأ أنا بوليد البحيح ولا يهنون الشباب. وليد، أنا بيسألك في برنامج البزنس بعدها 3 أيام سريعة رحت لتربة وجيت شاركت في برنامج الروشن وقدمت إبداعات كثيرة. اليوم تنتهي هذه المسيرة من خلال هذا البرنامج، أكيد أن الشوق لتربة، طقوسك في رمضان كيف كانت بعيدا عن الأهل، بتعيد إن شاء الله مع الأهل، حدثنا عن المشاعر والأجواء بشكل عام. والله أول شيء الله يبيض وجهك أبو عبد الله، لسحتنا الفرصة أن نعبر عما في صدورنا تجاه أخويانا واتجاه أبو سلطان وأبو عبد الله وأبو تخيل وأنت والإدارة على رأسهم مالك القناة إبراهيم الحسين وعلى مدير البرنامج سامي الجعوني. والله المشاعر الواحد ما يقدر يوصفها. أول شيء من ناحيتي أنا، فأنا والله مطن ما هو بقلي، يمكن لي 5 شهور ولا 6 شهور وكلها مغاري زرقتي يومين عودنا. لو انكم تسمحوا لي دحين شغلت مدري ومشيت، لكن ابشرك اللهم لك الحمد قضينا لنا ايام ان شاء الله ان قدمنا فيها ما يطرق وجيهنا وما يقدمنا ان شاء الله في صدور النشامه شرواكم ابد. تواجدنا مثل ما شفتوا مع اخوي انا النشامه ظل طامعين فاللي عند الله اول شيء، وان شاء الله ان قدمنا ما يشفع لنا عند الله في مشروع استدامه. غيرها والله ما عندي، مطلع عن تربه هو بسري الهلاله، وابشرك ممطرين ومعينين خير ومع المطر عيد ان شاء الله. بتطول فيها يعني نقول شهر بتجلس بعدين تجي للرياض؟ لا، يجيبني عيد اضحى ولا ما يجيبني يا ابو عبد الله. طيب الله يعطيك العافيه وليد. ايضا لا